السلام عليكم، كي دايرين؟ صحه لاباس؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم على خير وبخير ان شاء الله. ان شاء الله الحلقه اليوم غتكون على الاسئله ديالكم اللي طرحتوه وما قديتش كيفاش نجاوبها. بغيت نخصص هذه الحلقه خاصه لذاك الاسئله. ما نقدرش نتطرق لكاع الاسئله كلهم، ولكن نتسناو فيديو جديد في اسئله واجوبه جديده. وما تنساوش الا ما جاوبكمش دابا راه ماشي ما بغيتش نجاوبكم، راه غير حيت الوقت ما تيقدش باش نجاوب الناس كلهم، سمحوا لي. واليوم بغيت نشكر الناس اللي جداد في القناه، كنشكركم بزاف على الاشتراك ديالكم في القناه، ومرحبا بكم، مرحبا بكم دار داركم، واللي بغيتوه كتبوه في الكومونتير وان شاء الله نجاوبكم. وبغيت نشكر الناس الوافيين اللي معايا من سينس داي وان، النهار الاول. شكرا شكرا بزاف بزاف على التشجيعات وعلى الكومونتير اللي كديروا، زعما كيفرح بزاف وكتخليو كتعطيونا داك البوزيتيف يعني الايجابي باش نزيدو نديرو لكم ان شاء الله فيديوهات جديده. وشكرا شكرا شكرا عليكم، وبقاو معايا بعد قليل ان شاء الله غنجاوب على الاسئله ديالكم. التمارين باش يبان ريزولت النتيجة في العضلات الناعمة. هذا سؤال مهم كيطرح بزاف كاع العضلات باش نجاوبكم. ما نقدرش نقول لك شحال الوقت غياخد، لان كل عضلة في الانسان تختلف وكتختلف من انسان لاخر. كاين اللي تاخذ له 6 اسابيع، كاين اللي تاخذ له حياته كلها، كاين اللي غتاخذ له الاسبوع الاول الثاني غيشوف النتيجة. يعني ما نقدرش نقول لك انا بالضبط شحال غتبدا باش تبان النتيجه، ولكن الا خدمتيها راه غتبان الفرق، غتحسي بالفرق. النتيجه الكبيره اللي غتكون ريزولت يعني النتيجه النهائيه، ما نقدرش نقدر نقول لك انا واش غتاخذ لك بحال قلت لك 6 اسابيع ولا 8 ولا حياتك كلها ولا عام ولا شهر. ما نقدرش نقول لك، لان انا ما نقدرش نعطيك اكزاكت يعني بالضبط الانسر اللي كتبغيتي. نتمنى هاد الجواب عجبك. السؤال الثاني نفسه، النتائج ديال السكوات شحال كياخذوا في الوقت. ما نقدرش نقول لك السكوات شحال غياخذ في الوقت. انا بالنسبه ليا انا كندير السكوات تقريبا كل نهار. نقولك واحد الحاجه، واخا نقولك وصلتي النتيجه اللي بغيتي، سكوات بغيتي خرجت المؤخره ولات مزيانه كلشي مزيان، ولكن الا حبستي السكوات وحبستي داك الحركات اللي كنديروهم على المؤخره، راه غترجعي المؤخره غتنزل، غترجع بحال اللي كانت النوبه الاولى. يعني الماسل غيبقى ولكن هي ما غتبقاش واقفه مجموعه، غتهبط. سو يعني الرياضه ما كاينش عندها الوقت، باش نعطيكم الصراحه والجواب الصحيح، ما كاينش وقت محدد. يعني هنا كنقولوا كونسيستنسي از ذا كي، يعني خصك الاستمرار على الرياضه هي اللي كتعطيك باش الدات ديالك تبقى مزيانه. الا درتي حبستي اليوم في اي حاجه، حبستي اليوم غتكون صعيب باش ترجع غدا، وغير ترجع بحال اللي ما عمرك ما درتي شي حاجه. نتمنى هذا الجواب الثاني غيكون عجبكم. اوكي، شنو السؤال؟ نفس السؤال كيطرح يعني على شحال الوقت. انا عندي
واحد سيده قالت ما نجبش السميات باش ما نحرجش حتى واحد. انا عندي عندها مشكله السمنه و يلا كتبدا الرياضه بخمسه دقائق كتعيا. هذه حاجه طبيعيه. علاش؟ ملي كتكوني عندك السمنه ولا غليظه صعيبه باش دير حركات. بدي بخمسه دقائق لان القلب كيبقى يضرب حيت فيه الشحمه. سو ما نقولكش انا خمسه دقائق مزيان عيتي مزيان ماشي مزيان. المهم بديتي خمسه دقائق، بداي هاد السيمانه بخمسه دقائق، ديري مثلا الاسبوع كله انت كديري خمسه دقائق، الاسبوع الثاني بدي سته دقائق وكمل الاسبوع كله بست دقائق، الاسبوع الاخر سبعه دقائق، وانت غادا كل نهار كتزيدي دقيقه وتحاولي تبقاي من هنا شهر ولا شهرين ولا ثلاث شهور غتولي ديري 15 دقيقه. داكشي اللي بغينا، لان شنو هي كتبيلدي يعني كتحاولي داك الانرجي ديالك ولا شنو نقولوا الكارديو ديالك كتجيبيه عاوتاني بشويه بشويه. بحالنا حنا بالنسبه ليا انا كنطريد كل خطره، نعطيك غير اكزامبل، كل خطره قطعت الرياضه شهر مشيت سافرت ورجعت ما نقدرش ندير داك الساعه اللي كنديرها بالكارديو ديالي اللي كنت كنديرو، غيجيني صعيب. خصني نبدا نص ساعه في الاول كنبيلدي الكارديو ديالي، نبيلدي يعني كنحاول نجيب الكارديو ديالي بحال اللي كان، يعني بحال الناس اللي نعطيك اكزامبل، الناس اللي كيجريو الماراطون اوكي راه مين كيكون غيجري الماراطون عارفو غيجي العام الجاي راه كيبدا من العام من هذا العام وكيبقى يبيلدي بشويه، يبقى يجري اليوم يجري غدا ويجري بعدو حتى تيوصل كيوصل كيبدا يجري داك الماراطون اللي بغا وكيبقى وها هو جرى الماراطون. دارو فواحد مثلا نقولك انا اكزامبل في نص ساعه هو الجول خصو يديرو في 20 دقيقه ولا ربع ساعه راه خصو يخدم ليها، هذا كله راه خدمه تتخدم يعني تدريجيا. سو نتمنى تكون جاوبتك على السؤال ديالك. سو شو السؤال؟ الموالي. سو علاش الناس ملي تحبسوا الايروبيك يرجعوا كما كان؟ هذا سؤال اخر. علاش ملي كتحبس الايروبيك؟ هذه طبيعيه لاي واحد. حبستي الرياضه، انا حبست اليوم الرياضه، دابا شفتوا عجبتكم لاطاي ديالي قلتوا صافي هذا لاطاي هي اللي بغيت، نحبس الرياضه من هنا شهرين. شهرين نقول انا هاد الشهرين ما غنديرش الرياضه، غنبدا ناكل اللي بغيت. غتشوفوا الفرق الا ما زدتش الوزن البادي ديالي، ما يبقاش الجسم ديالي ما يبقاش في الشيب، يعني في شي يقولوا الشيب يعني الشكل ديالو ديال دابا، لانه غنزيد الشحمه في شي بلاصه اللي ما بغيتهاش تكون، يديا غيوليو شكل، الرجليا غيوليو سيروليت، كلشي غيكبر. لان عرفتي شنو هو باش نقول لك الا بغيتي تحافظي على الرشاقه ديالك هي بين الماكله والرياضه، حيت الماكله والرياضه تلعبوا دور كبير. انا درت الرياضه وتناكل ماكله بزاف راه غتنضيع الوقت، لان داك الماكله اللي تناكل بزاف يلا تتعاري يلا الرياضه تتحرق لي داكشي اللي كليت. الا بغيت ناخذ الريزولطا النتيجه مزيانه خصني نقص شويه من الماكله والرياضه، نزيد من الرياضه. سو نتمنى تكون جاوبتك على السؤال ديالك. ولا بغيتو نزيد ندير موضوع على حلقات على شنو خصك تاكلي شنو ما خصكش تاكلي شنو ديري، قولوها في الكومونتير وانا نساعدك في كل حاجه. سؤال ثاني اوكي. سو واحد السيده سولات على هادو ستريتش مارك اللي في الكرش كيفاش نحيدهم، كتحشم تبين كرشها، يعني ستريتش مارك هما تشققات يمكن ولا ما عرفتش شنو لي مارك اللي كيكونوا داك الشراطي اللي تيكونوا في الكرش باش نقدر نقول لك هادوك الشراطي زعما غنقول لك غتعيشي معاهم في حياتك كلها. غنقول لك علاش، لان هذاك ماشي الجلده اللي تقطعت، اللحم ديالك اللي تحت الجلده لايرز عندنا حنايا درجات هما اللي تقطعوا، ما غيقدوش يرجعوا مع الاسف. وهذه راه كل قاو شي دواء لهذوك الستريتش مارك يعني داك التمزقات ولا شكي يقول لهم كورا، داك الدكتور دار بزاف الفلوس. هذه هي المشكله ديالنا. الحاجه الوحيده اللي تقدري ديريها، وانا ماشي دكتوره، تمشي عند الطبيب ديال الجميل كيديروا الليزر، كيديروا الليزر، ولكن هذاك شغلك هذاك
باش نقول لك بالرياضه ولا بالكريم ولا بسميتو راه ما تيتحيدش هذوك الا ما حافظتيش على الجسم ديالك. تقدي بروتين ديك يعني نشيت بروتين تقدري تحافظي على جسمك قبل ما يوصل لهذيك المرحله. كيفاش قبل ما تمرس المرحله؟ كنتي حامله يلا بديتي دابا النساء اللي باغيين يحملوا ولا حامله دابا حاولي تدهني كرشك بالكريمه تكون فيتامين او. فيتامين او تيساعد على هذوك باش ما يخرج قبل ما يخرجوا باش ما يتمزقش اللحم ديالك من الداخل. سو الا ديري داك الكريمه حاولي ديري الكريمات كيساعدوا على قبل ما يوصلوا. من بعد ما الناس بزاف عايشين بيهم وهذا هو اللي كاين ما عندناش كيفاش نديرو لان الكرش ملي تكون صغيره وتتكبر وتتصغر وتتكبر يعني الميسور كيبقى يتمزق. سو ما يمكنش يرجع الى بحال اللي قلت لك اما الليزر واما تبقاي ديري الكريمات قبل ما يبداو. ولكن انا ماشي طبيبه ما نقدرش نقول لك. سو واحد السيده قالت لك بغات تمارين اللي بغات تغلاط زياده الوزن. سو تمارين لزياده الوزن قبل ما نوصل للتمارين لان اللي درتي معايا التمارين تاعك عليا بالرياضه غتزيد لي بوا ديالك الوزن ديالك ولكن ما غيبانش فيك فهمتي. بحال دابا انا مع شي وحده اخرى عندي الماسل وهي ما عندهاش نقدروا نكونوا بنفس الوزن ولكن مختلف البادي ديالنا مختلف الجسم ديالنا مختلف. سو الا بغيتي تزيدي في الوزن ديالك خصك تزيدي في السرعه الحراريه اللي تاكلي في النهار. بحال اكزامبل انا دابا تناكل هاد الدايره ماشي ريجيم الراسي نقولوا دايره اش كنقولوا نظام الراسي انني كناخذ 1500 كالوري. بغيت نزيد الوزن على 1000 بغيت نزيد الوزن على دابا اللي كنوزن خصني نزيد واحد 500 كالوري في النهار زايده على الجسم ديالي. سو خصني ناكل 200 كالوري في النهار 2000 كالوري في النهار سو باش الوزن ديالي يزيد لان كلشي اللي كتدخل هو اللي كتخرج. الا انا الجسم ديالي محتاج 1500 راه يلا محتاج باش انني نعيش في داك النهار. وبغيت نزيد الوزن خصني نزيد السرعات الحراريه اللي تناخد بلاس اوف كورس خصني نهز الوزن الويت ماشي الكارديو خصك تبعدي من الكارديو لان الكارديو كيحرق كيحرق السرعات الحراريه. خصك تهزي الويت ولا ديري البادي ويت. ملي تقول لك البادي ويت يعني بحال دابا الجسم ديالك هو اللي كتستعمليه باش تزيدي الوزن بحال بوش اب بحال بلانكس بزاف د الحوايج كتستعمل البادي ديال الجسم ديالك باش تزيدي الوزن. سو قلت لك انا كندير رياضه ولكن ما كنكملش فيها عطيني شي حل. الحل اوكي سو بديتي الرياضه ما كملتيش فيها اما غتكون ما تتمتعيش بداك الرياضه اللي كدير. خص الرياضه تكوني كتمتعي منها يعني ما تقديش تجلسي شي نهار بلا ما ديريها بحال هذيك بحال الماكله شي ماكله الا ما كليتيش كتحسي براسك مريضه اكزاكتلي في الرياضه. خصك ولا الماء اللي كتشربي خصك ديما تكوني بحال ديك الرياضه خصك تمشي لها شي حاجه ناقصه لك في الذات ولا الصلاه ولا اي حاجه. سو الحاجه اللي غنقول لك انا جربي ديفرنت يعني رياضات مختلفه يوغا زومبا اي رياضه وشوفي انت هي فين قلبك وعقلك عطاك داك الرياضه وديريها وحسي براسك واش حيد الملل. كيجيك الملل هذاك ملي كتبداو تعيي كيجيك الملل واغلبيه الناس كيجيهم الملل خصهم يبدلو. سو هذه فكره تقدري ديريها بداية بحال دابا انا من نهار اللي بديت ما كنت صغيره بزاف كنت كندير زومبا من جيت يلا جيت الميريكان درت زومبا عجبتني في الاول ولكن حسيت براسي ماشي انا. علاش؟ لان الا ما كتعرفيش الحركات الستابس اللي كيديروا كتبقاي تتخربقي تما. وقلت انا هذه ماشي ديالي مشيت جربت الويت ترينين عجبني قلت ماشي ديالي واخا عجبني ما قديتش نكمل فيه لان ما حسيتش براسي. من بديت في الباكسين قلت انا هي هذه شي خصك تلقاي الحاجه ديالك اللي انت كتحسي براسك الا درتيها واو انا الا ما درتهاش اليوم تنمرض. خصك انت تحاولي وعقليا عقليا خصك تبروغرامي على هذيك الحركه وغتلقاي راسك والمجتمع اللي داير فيك ماشي تكون دابا عندك شي صاحبتك هي معكازه بحالك سمحي لي الا قلت لك الهضره ولكن انا كنقول نوع من العكس وتقول لك اه والله اليوم غندير واحد الاكويس اتاي ونجلسو في الدار ونهضرو وبلا ديك الرياضه ونتفرجو في واحد التلفزيون التركي وبارك علينا. انت خصك تلقاي ديك الصاحبه اللي غتقول لك يلاه
يلا نوض انا اليوم غنخرج نتمشى وما كاينش غتخرج نتمشى وهاديك عارفه هي الصاحبه اللي كتبغيك ماشي الصاحبه اللي غنجلسو ونهضرو وصحتنا ونهضرو وكلو وهذا يا راه كنا كنبغيو نديرو واحد النهار في حياتنا نجلسو ونشطو ونهضرو ما كنقولكش انا على مره كنهضر لك على سير الايام سير الايام خصك يكون عندك واحد البروغرام باش تنظمي حياتك شي حياه ديالنا هو بحال اللي كيقول شي بروغرام خصك تكوني دائما بروغرام مع راسك مسكيجول سكيجول ما عرفتش واش تكوني عندك ما عرفتش كيفاش كديرو بالعربيه ولكن كالندر كالندر اوكي سو بزاف جريتي يا سعدي جدول خصك يكون عندك جدول جدول في النهار سو جدول غندير هادي اليوم عندي بروغرام هنا بروغرام هنا بروغرام هنا حيت الا ما كانش عندك سكيدجول في النهار الا دخلتي انا عارفه ما تقوليش غتدخلي داك الكوزينه غتجلسي اربع سوايع نعطيك انا اعوذ بالله من قولي انا كان ندير جوج شركات حيت الا قديت نديرها انا غتقديها ديراتي كان راني جوج شركات يعني كنخدمه بجوج شركات هادشي ديال اليوتيوب غير واحد شويه من داكشي اللي كندير خدامه عندي الناس كندير معاهم بيرسونال تريننج يعني واحد يعني الناس كيجيو عندي كندير لهم السكادجول ديالهم باش واحد بواحد كيجلسوا معايا وكندير لهم بروغرام ديالهم باش كيفاش يضيعوا الوزن كيفاش يتوني وكيفاش يديروا كل واحد والبروغرام ديالو كعندي الناس دايره لهم سكادجول عندي الشركه ديالي الكبيره اللي انا كتراني في التلفازه الا شفتوا في اللور 24 ساعه في 7 ايام في السيمانه يعني خصني ندير الكلاسز دائما باش يبقاو خدامين الناس كيشوفوا الجديد وكيخلصوا الممبرشيب يعني هذا سميتو وكيبقاو يتفرجوا اي وقت بغاو يديروا الرياضه كيديروا وعندي الشركه ديالي الاخرى ديال ارغانه خصني نهضر وخصني نهضر مع الريبس يعني الناس اللي تيبيعوا لي السلعه خصك تهضر مع الناس اللي تيصايبوا لك السلعه والسلعه اللي كتجي وهادشي كله كديرو بمساعده الزوج ديالي ولكن يعني هادشي كله كنديرو بلاص مين كندير هذا راه عندي جوج دراري والام ديال الوالد الام ديال الوالد والام ديال الزوج ديالي جالسه معايا سو والزوج ديالي سو خصني نطيب خصني نجمع خصني ندير هذا خصني داكشي اللي كتقولي لي انت كاين الناس اللي كيجاوبوا هنايا عندي في الكومونتير و تيقول لك الرياضه ديالي هي جمع وداكشي 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 ودير داكشي وداكشي عرفت بلا ما نقول لكم داكشي ولا ما نبقى نعاود نفس الهضره هذيك داكشي اللي كديروا راه كنديروا حتى انا اون بليس و بلاس ذات يعني داكشي اللي كندير راه باقي كنجي ندير الرياضه لانه واخا نجمع الدار ونجف فرنسيق وداكشي حيت هذاك ماشي كارديو يعني كديروا تحبسي وديروا تحبسي ودبس بغيتي تحرقي وطيحي الوزن خصك الهار ديالك يطلع من 100 من 90 ل 100 سير طلع هبط طلع هبط من قلبك ما تقديش تنفسي قلبك تيبقى يضرب بزاف هذيك هي الوقت اللي كتكوني كتحرقي السرعات الحراريه ماشي من انني كنتمشى شويه ونجلس شويه ونتمشى شويه هذيك راه ما كتحرقي والو نتمنى نكون غير ساعدتكم شويه وشجعتكم بغيت نشجعكم وتنوضوش قولوا لي الله يرحم والديك انا كنت غنمرض وهذا 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 وما قديتش ودرت هادشي ورجعت وصحتي هادشي اللي بغيت انا اوكي سو السؤال الثاني عندي مشكلة الكرش وقالت لك واش كاينه شي واش كاينه شي تمارين تساعد على التنفس يمكن انا فهمت انا التنفس هو حنا كنسميوه هنايا الفاكيوم كتنفسي هنا كتدخلي الكرش ومن بعد كتخكين واحد الاكزرسايز كتقدي ديريه كيساعد حتى الناس اللي عاد ولدوا كيخدم البادي ديالك ماشي البادي ديالك الكرش ديالك حيت الكرش عندنا طبقات الطبقه الداخليه الكرش ديال الابس يعني الطبقه الداخليه الاخرى كتساعدها على الشد باش تزير الا كان زعما كاينين تمارين كنديرهم انا نقدر نديرهم لكم في الحلقه الكرش باش تدخليها راه صعيبه بزاف يا نساء راه اصعب حاجه هي في المراه هي الكرش ولي هونش لي هونش تقدي تصايبهم ولكن الكرش هذيك هو الفات الاخراني يعني الشحمه الاخرانيه اللي كنبقاو تبقاي تخدمي وتتقولي اي وانا جيف اب يعني ما نقدرش نديرها صافي عيت وخصك ديريها وغتشوفي واحد النتيجه غزاله 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 يعني الكرش هي الحاجه الصعيبه في الجسم سو وي ديتا نشوف السؤال اوكي سو جاوبت على السؤال
سو عندي بطن ترهون بين الولاد القيصري، واش من التمارين لازمه تمارين الكرسي؟ اختي الناس القيصري تقدر ديري اي تمارين، ديك التمارين اللي قلت لك، ولكن خصك تاخذي الطوريزاسيون من عند الطبيب. الطبيب هو اللي غيقول لك واش اوكي. يعني بعدا نقول لك بعد 5 اسابيع 6 اسابيع ما نهضرش معاك. يعني انت يلا تكافئي مع داك التقطيع على الداخل وداك الحريق ديالك، ويلا صبراي شي شويه من الداخل. ولكن من بعد 6 اسابيع الطبيب هو اللي خصو يعطيك الكلير، يعني يقول لك اوكي خصك تمشي للرياضه، ولكن ما تبداش دير شي حاجه بسيطه. راه درت واحد الحصه خاصه للناس اللي ولدوا بالقيصري. ياس الكرسي تقدري ديري بالكرسي، ولكن بداي بهذيك الرياضه اللي درت في الاولى، لان كتساعد على الكرش، والكرسي غيجي من بعد. يعني تقدر ديرها. واحد السيده هي طرحات السؤال بعد هذا، قالت لك كتخاف دير الرياضه لان كتخاف الفتحه ديالها تحل ولا تمرض. اختي بحال قلت لك الطبيب هو اللي خصو يقول لك، ولكن ملي تيقول لك هو الكلير ديالك تمشي دير الرياضه، يعني عارف واش كيقول، يعني شاف الحاله ديالك. انا ما نقدرش نحكم لك على الحاله ديالك لان انا ماشي طبيبه وانا ما شفتش، فهمتي؟ هو اللي غيقول لك شنو غديري. الا قال لك الكلير هي تقدري دير هذيك الرياضه ما تخافيش. صح. نشوفوا السؤال اللي موراه. واحد السيده قالت لك انا طالبه جامعيه ما عندهاش الوقت باش تمارس الرياضه، واش كاين شي رياضه ديال البطن سهله خفيفه يعني ديرها بسرعه؟ اختي مع الاسف ما كايناش شي حاجه حاجه ماشي بسيطه باش ديريها بسرعه. تقدري ديري 10 دقائق هي الاقل في الكرش في النهار، ولا 3 اسابيع تقدر تمشي، تقدري ديري كرانشز، ولكن ما كاينش شي حاجه نقول لك سريعه. ما مع الاسف ما كايناش شي حاجه اللي هذا خصنا حنايا بعدا سمحي لي قلت لك هذا خصنا العقليه ديالنا نبدلوها اصلا. علاش نقول لك العقليه ديالنا نبدلوها؟ خصنا هذا لونج تيرم. ملي كنقول لك انا لونج تيرم يعني هذا بحال شي حاجه غتعيش معاك. خصك انتيا تكوني بروغرامي انك هاد الرياضه الى بحال الماكله بحال الشرب بحال النعاس. سو الا ما كليتيش ما شربتيش ما نعستيش غتوقع لك شي حاجه. اذا نفس الرياضه ملي نبدلو داك البروغرام ديال الراس ديالنا ونقولوا اوكي الا ما كليتيش ما شربتش ما درتش الرياضه غنوصل للهدف. يعني كاين الوقت 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 نخلقوه نخلقوه ضروري خلقوه ضروري. سو نتمنى اذا كنحاول نزرب سو واحد السيده قالت لك سولاتني قالت لك بغات شي حاجه باش تكبر الصدر. انا مين كنقول لك شي حاجه باش غنكبر لك الصدر، انا ما كنهضرش على الثدي. الثدي شي حاجه مختلفه باش نكونوا واقعيين. الا قلت لك غنكبر لك الثدي راه تنكذب عليك، وانا ما بغيتش نكون داك الكذابه اللي غدا وبعدا تقولي لي راه درت داك الرياضه ديالك والثدي ديالي ما كبرش. التادي ديالنا راه هو حنا هنا كنقولوا فيه الفات، يعني فيه الشحمه. ما عرفتكمش نتوما تقولوا في المغرب واش هبره واش شحمه واش anyway. هو ماشي ماسل، يعني ماشي ماسل عضله، ماشي عضله. نقدر انا مين كنقول كانت تشاست يعني صدر، انا كنهضر على العضله اللي تحت التادي. هذيك نقدروا نخدموها، ولكن التادي الى رضعتي ولا ولدتي ولا هذا ميكي ولا ضعافيتي مين كيهبط التالي، راه ما عندكش كيفاش ديري له بالرياضه الا ما درتيش سيرجر يعني عمليه. وانا واحد السيده قالت لي راه دارت شي حاجه وخدمت لها. انا نعطيكم هذيك شنو دارت وانا ما جربتهاش باش نحيدها عليا. انا هي قالت لك دارتها وخدمت لها. قال لك شنو كي قالت لي؟ الزيت ديال الحلبه، الزيت ديال الحلبه تماصي به تادي ديالك افري داي، قلت لك غتشوف واحد الريزولتا. ما جربتهاش، جربوها وردوا عليا وقول لي كيفاش. باش نقول لك الرياضه باش تكبر لك التالي ما كايناش. ملي كنقول لك انا تشيست ولا الصدر كنهضر على الصدر ديال اللي تحت التالي. نتمنى هذه الفكره وصلت لكم. ناس بزاف سولاني قالوا لي حيدي الموسيقى من الفيديوهات. الموسيقى من الفيديوهات راه حيدها. هذوك الفيديوهات اللي كتشوفوا دابا كانوا مشجلين، حيت كنحاول نسجل بعض الخطرات في الويكاند كنسجل حلقه وجوج وثلاثه. هذوك الحلقات اللي فاتوا انا راه سمعتكم، راه ماشي ما
بغمض عيني راه كنحاول نسمعكم وكن اش كنقولوا كنخزن وكنحاول انا او ماي جاد نجاوبكم ولا ناخذ الاستشاره ديالكم. وانا ديما باش فهاد اللحظه بغيت نقول لكم واحد الحاجه، انا ديما 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 ملي كتعطيني شي حاجه بحال دابا تقول لي شي انتقاد نقدني وتعطيني السبب علاش نقدتيني فيه، ناخذها منك باش نمشي تجي تقول لي ما عجبتينيش غير حيت هذيك الحركه ما درتيهاش، ولا تقول لي انت خايبه غير هكا باغا تعجبني تقول لي علاش انا خايبه حيت يعني هابطين وجي دايرها وجي هذا، ملي تشرح لي غنعرفها وغنتقبلها. وحنايا حنايا الناس اللي عشنا، انا طبيت في المغرب ولكن عشنا في امريكا، كنتقبلوا الانتقادات وتنتقبلوا كلشي، ولكن عطيني واي علاش الفكره، علاش ماشي غير تجي تبوستي هذيك هذا وما تعطينيش الفكره، ملي تعطيني علاش غنقدرك وغنعتبرك ونقدر نجلس معاك ونقدر ندير فيديو انا وياك وتشرح لي اكثر. اوكي سو نحاول نجاوب على جوج اسئله ونتمنى ما نطولش عليكم حيت عندي نص ساعه بغيت زمان. سو وحده السيده قالت لك عندها مريضه بالطونسيون بالضغط والسكر، واش يمكن هاد الرياضه تساعدك؟ يس الرياضه مهمه للناس اللي عندهم طونسيون، طونسيون عرفتي شي طونسيون سكر كيجي مع الكوليسترول كلهم كيجيو ثلاثه، لا انا عندها الضغط والسكر. اوكي سو السكر والضغط والكوليسترول كيجي مع الرياضيات. سو السكر تكون الطحال ما خدامش عندك كيعطيوك الانسولين كيعطيوك الدواء ورقه. الناس اللي كي ملي كان عندك السكر بعدا خصك قبل ما دير الرياضه تعبر السكر ديالك شوفي شحال، لان الا كان السكر ديالك طايح ودخلتي درتي الرياضه غطيح، خص ديما السكر ديالك يكون فواحد النسبه ديما تراقبيه قبل ما دير الرياضه. هذه الاولى. منين الضغط ايه طونسيون غيخدم مع الشحمه، لان ملي كتكوني كتخدمي كارديو كتحرقي الشحمه، ايفن ذا كوليسترول يعني حتى الكوليسترول تنصحك الطبيب في المده الاولى ملي كتكوني قبل ما توصلي الدواء تيقول لك ديري الرياضه راه كتساعدك انك تهبط لك الكوليسترول مع الريجيم. نتمنى نكون جاوبتك على السؤال يعني تقدري ديري الرياضه. السؤال الثاني اللي قالوا لي الناس قال لكم بداو الريجيم وما تنقدش عليه، انا عمري ما كنقول لك بداي شي حاجه اللي ما تقديش عليها. الريجيم بعدا الريجيم وداك الدايت وداك الشيء هذوك فيليرز يعني شي حاجه يعني غتهبطك غترجعي نمبر 1، يعني فيليرز يعني شي حاجه كطيحك يعني ما كت ما تترجمش بحال ما بغيتش نترجم، بغيت نترجمها بحال اللي غتقولها يعني بالمغربيه ولكن ما جاتش. سو علاش نقول لك؟ لان ملي كتبداي شي حاجه ونقصي هذه ونقصي هذه وحيدي هذه وحيدي هذه وما تاكليش هذه وما تاكليش هذه وما كنتيش مقتنعه بها، شنو غيوقع لك؟ غديري الريجيم ياك ومن بعد ملي غتسالي الريجيم شنو غيوقع لك؟ غتاكلي داكشي كاع اللي قالوا لك ما تاكليش وغترجعي في داك الوزن اللي كنتي فيه. سو ما حدي ما بقى ليا خصني نكمل هذا باقي ليا سميتو الكارت غيوقع. سو شنو انا نقول لك؟ نقصي من الماكله ماشي ضروري تقطعي السكر طاطاطاطاطا، كتاكلي ثلاثه الوجبات في النهار نقصي جوج وجبات ماشي ريجيم، انا ما تهضرش على الريجيم، نقصي من الماكله. السكر تاكلي اربعه ديال اربعه تديري مثلا ثلاثه ديال معلقات في السكر ديال القهوه ديري جوج قطعي داكشي اللي تاكلي، هذا هو الريجيم اللي كنقول لك انا، ماشي الريجيم ما تاكليش هذه ما تاكليش الباستا ما تاكليش ولا صومي ومن بعد داكشي كلشي ما تيخدمش. عرفتي علاش؟ لان كتبداي فيه وهذاك مده محدوده، انا بغيتك ديري شي حاجه اللي غتكون لك الروتين ديالك ديال ايام كامله. سو غتكوني شي حاجه يعني تعودتي عليها، الا فقتي في الصباح غناكل هادي وهادي 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 وهادي، ما غنمشيش انا هاد الشهر غندير هكا الريجيم والشهر الجاي غنرجع لكيما كنت والشهر من بعدو غندير الريجيم، يعني كتبقاي تلعبي مع راسك وكتلعبي مع الجسم ديالك. انا بغيتك شي حاجه اللي غديريها انتيا ولا انت تبقى لك على طول حياتك كتكون عندك بحال شي حاجه ما تقديش تعيشي بها الا ما كانش، يعني الجسم ديالك والعقل ديالك يتعود عليها. هادشي اللي بغيت لكم توصلوا، من توصلوا لهاد السميتو غتشوفي واحد الفكره غتشوفيها وغتولي انت هي كتقولي هادي ناكلها وهادي ما ناكلهاش وهادي علاش ما ناكلهاش وهادي هذا، وغتعرفي راسك النهار اللي غتعرفي مقفره اكليتي مزيان، حيت حنا تنقفروها ماشي غير نتوما، حتى حنا مع الخطا تنخرجوا ناكلوا في الزنقه ولا تتجيبي شي تشهي هادي تشهي هادي تبقاي تقولي اوكي اليوم تقفرتها سو غدا خصني ندير دابل داكشي اللي غندير باش نحرق داكشي اللي درت. يعني تقدي ديري تقدي، حنا كنقولوا هنا تشي داي، يعني ما عرفتش بالعربيه يعني
شنو هو؟ الغش. الغش. الغش تقدي تغشي. تغشي راه الغش ماشي فيه شي حاجه، غشي ولكن تعرفي من تعرفي راسك نهار اللي غشيتي ونهار اللي غترجعي ترجعي عاديه. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم، ونتمنى الا بغيتوا بحال هادشي نجلس معكم ونهضر معكم نقول لكم شنو غديروا شنو ما ديروش، بليز كومنتيو وقولوا لي شنو بغيتوا، وان شاء الله غنديروا لكم في اقرب فرصه يكون عندي الوقت ونديرها. وسمحوا لي الناس اللي داروا الكومنتير وما قدرتش نجاوبهم، يعني كنوعدكم الفيديو الجاي ان شاء الله غندير لكم فيديوهات على الاسئله والاجوبه الاسئله ديالكم ونجاوبها بكل صراحه. انا ما غنكذبش عليكم، غنقول لكم اللي كاينه، قدرتوا تاخذوها خذوها، ما قدرتوش تاخذوها ما عندي ما ندير لكم، انا هي هذه ما غنقول لكمش، ما غندير لكم داك الشوغر بحال اللي كيقولوا هنا، ما نقول لكم شي حاجه ديروها وهي ما كدارش، حاجه اللي غدار هي نيشان اللي غنقولها لكم. نتمنى دوزوا اسبوع موفق، ونتمنى ربي يعطيكم كاع اللي بغيتوا في قلبكم، كاع الناس اي حاجه بغيتيها في قلبكم، اذا كدوز امتحان الله ينجحك، الا بغيتي تخدم الله يعطيها الله يعطيك شي خدمه، المهم اي حاجه تمنيتي في قلبك ربي يعطيها لك ويوصلها لك، وان شاء الله غير العزيمه والاراده، ماشي تجلس وتقول بغيت شي حاجه وما غاتجيش، العزيمه نوض خدم عليها، نوض دير، وان شاء الله ربي غيوفيك داكشي اللي بغيتي. يلا تهلاو في راسكم، وان شاء الله نشوفكم عن قريب. باي.